مرحبا رجل كان جبل ثم استحال تلا فسهل كان صدا ثم صار سدن حرامات هذه القصيدة لعبت بها كما تلعب الريح الشمولي دكتور ريكان إبراهيم مرحبا أهلا وسهلا أهلا وهذه القصيدة ليست من محفوظاتي من بكنوناتك نعم أخذنا ذات آه هذه من قصيدة بقايا فارس بقايا فارس نعم, نعم. اللي أنا بس حافظ المقطع اللي أنت أخذته من عندي يعني نعم فاللي يقول فيها ظل أه مني نصف ما قد كنته فالفتى الله الذي كان جبل صار تلا والذي كان رجل ضحكت منه الليالي وغدا محض محالي راكضا دون امل هذا المطلع صوته كان صدى ايه اخرى اي آه. انا في الجمله مني المبتدا كنت كنت في الجمله مني المبتدا كان لي صوت فاصبحت صدى والصدى صار سدى طيب هل انت خبر كان؟ والله انا يشرفني ان تكون خبر كان؟ نعم لان مبتدأ كان ما ما دبر اي شيء فاصبح عندي خبرها يمكن هو يعوض طيب أنت حضرتك وصفت حالك بأنك كنت فارسا مم. ترجلت أم هزمت أم تركك الجواد لا وقلت. هي كل المفاعيل أرجو أن لا نستخدمها بصيغة المبني المجهول لأن عدوي معلوم وهو في وحولي وأمامي في المواجهة فلذلك أنا أتشرف أنني كنت مو كون لي او اريد لي او حول معي لا كنت لكن ال المال الى ما سمعته في المطلع القصيده هل كنت جنديا مجهولا؟ والله عندي قصيده الجندي المجهول انا في الحقيقه نعم بعد ان آلت الامور الى غير مصافها وغير صبها اصبحت جنديا مجهولا الذي لا اتمناه لاحد طيب ما قبلك في الجندي المجهول من اين جاءت هذه التسميه؟ والله اسال اللي سماه انا ما اسمي جندي مجهول اسميه متجاهل افضل يعني. المتجاهل قدره، المتجاهل حقه، حتى اسمه. يعني بعيد عن النوايا الطيبه المفروضه في الجندي المجهول وما كيف يكون، لكنما الجانب الاخر المظلم أنا أبكي على الجند المجهول، ظلم. سواء في معركة، في بناء، في علم، في فتوح، في فكر هذا هو اللي يقصدانه، ليس المجهول فقط في المعركة. لكن احنا تربينا وفتحنا عيوننا على المعارك والحروب والتاريخ البشري كله تاريخ دماء. يعني اللي ما عنده دموية في حياته بس اللي محيد. فلذلك المجاهيل كثيرين بكثره المناحي الحياه في فكرها علمها ادبها فنها دكتور ريكان المسمى نصيب من اسمه اسمك ريكان ما معناه بدقه؟ هو اسم ريكان راياء في الباديه العربيه الاردن السعوديه العراق يسمونه راكان هذا لا معنى له الاسم الصحيح في العربية راكان اللي هي الركون والهدوء بس ريكان هو اسم صحيح مستعمل شائع في اللغة الكردية طريق عين المي طريق النبع يسمى ري كان فأنا اسمي كردي وأنا عربي وأتشرف بالاثنين طيب أنا ظننت أنه هذا الثنائيات ريكان يعني كأن يكون فيك الماء والنار الى قصه او في في داخلي من الفت كتاب شعري او ديوان مختارات بثنائيه بيتين وليس بثلاثة ثلاثه او اربعه هناك عندنا مثل رباعيات الحيدري رباعيات الحبوبي رباعيات كثيره رباعيات احمد رامي الخيام انا عندي الثنائيات فيها تحدي الي اصلا انا اتحدى نفسي بها كتبت ما ما يعني قصيده كامله بأفكارها وهياكلها وبناها ومعناها ومبناها لكن ببيتين فقط انطلاقا من الحكمه اللي لاقتني في المسار الادبي والشعري ان الشاعر الفخم يستطيع ان يورد اكبر المعاني بأقل التكاليف واذا اعتبرنا بكتابه التكليف فيجب ان تكتب ما اعلى ما يمكن ثم ان الزمن الان والذي اعتقد اللاحق ايضا سيتعدل كل مائده وسيسرع ولن يلتفت الى القصائد الطوال والامهات والالياذات والملاحم الشعريه لا حتى القصيده المطوله وهناك قول لا اذكر لمن لكن انا احترمه جدا يقول هذا القول ان الذي لا يقول شيئا في عشر ابيات في عشر ابيات لن يقول شيئا فيما بعد فيما لاحق فعلا انت الان امامك اللغه العربيه وتعرف انت الان اصبح جرد لفيوض اللغه العربيه بان تكون لغه دقيقه مرشقه باقل التكاليف من الالفاظ يعني ما يصير تقول في ان واحد جاء, جاء جئت وانت في ان واحد ما يصير ليش؟ متزوج وله بنت واحده هي بنت حتى واحدة أصبحت فيها زيادة. فالتقين اللفظي يدل على هذا. هذا أيضا ينسحب على موضوعنا أنه قل كل شيء أو ما يمكن قوله في أقل التكاليف. طيب مما حفظته أنا أكره الشعراء أولهم أنا. إي تقصد حالك. نعم وأتشرف بهاي الكراهية. أتشرف بها جدا. هو أذكر قصيدة قديمة. انا اكره الشعراء كرها مزمنه في كل ما فعلوا واولهم انا مذ علق الشعراء سبع قصائد معلقات كنا ضحايا شاعر قد غشنا اعمى ابن كرثوم من بصيرتنا فما عدنا نرى في الكون قوما غيرنا يبدو ان الكراهيه متجذره عندك بانه عندك كتاب أحد كامل إن الان انسجاما مع قولك جيت معاك معك ولا راح ارجعك وياي شلون؟ احنا لازم نتفق على صيغه القول انا لا احب لا تعني اكره وانا لا اكره لا تعني احب هناك حياديه رجل ما ماذيك بشيء انت لا تحب لا تك... لا تكرهه بس ما بالضروره البديل انه ان تحبه كذلك الشعراء تذكر حاورنا نظريه افلاطون او افتراضه او شو تسميه انت مقولته بس هو مذهب فلسفي طرد الشعراء لا نحن لا نكون افلاطون ولا نكون من الهائمين وراء الشعراء فيما قالوا لأن الهيام وراهم هو الغوايه والغواية نهى عن القرآن لكن بنفس الوقت أيضا أفلاطون الغلطان يعتبرهم مستهلكين ومنتفعين ومعطلين ولا واجب لهم إلا النيل والحصول على أشياء المكاسب لذلك عنوان الكتاب اللي صدر والمرة ناقشناه قديما أنا وحضرتك اسمه لماذا لا أحب الشعراء طبعا في الكتاب هناك أدلة ودواحظ ومعونات معرفيه ساعدتني على اصدار الحكم انه لماذا لا تحب وهكذا قضى اياما عصيبه مرت عليه كانها قوافل غيم ثقيله لقد تحدى الداء واجترح العجائب سجل مجمل مواقفه من دنيا يراها مثل سحابة في ديوان يتمنى أن يعرف رأي أنداده به. ثنائيات ريكان إبراهيم. لقد دون في ساعات أنسٍ ثم نحسٍ من قبل انطباعات طبيب تلقى أعلى علومه في بلد فرويد، النمسا. فكان أن أصدر من قبلُ جلسات علاج شعرية للعراق المريض بزار يقول اختار الحب أو اللاحب حب نعم فجبن ألا تختاري, تختاري. نعم. نعم هل أنت شجاع بحيث أصدرت قرارك هذا بتسمي شجاع جدا دفعة واحدة شجاع بدليل أنه حوري بالكتاب وأول من حارب الشعراء لكنما في الحقيقة انا معتد بالرأي وعندي ما ادافع عنه يقرأ الكتاب شوف مثلا انت تقول انا اكره الشعراء اولهم انا أي. هذا أي. الكتاب احصيت فيه 125 مفردة مرآة نعم لو كنت تكره نفسك لماذا تحدق في المرآة؟ انا ما اكره الشعراء لانهم يقدمون حقيقه اكره الشعراء لانهم مستعدون احيانا في تقديم غير الحقيقه المدائح انا ضدها لا احبها ولذلك انت معترض على ان المتنبي نصف مجده ابدا المتنبي شاعر كبير وعملاق عيبه وين؟ عيبه في المجانيه بالاراء هل سيف الدوله لا يستحق المدح؟ سيف الدوله عظيم جدا لكن الحوار معك يا دكتور مجيد هو يحتاج الى تصحيح انا ضد المدح وليس المادح وبالتالي المادح المكروه يصبح عندي نتيجة للمدح كما ولكنه بدأ. كان يا دكتور هو يضع نفسه بمصاف الممدوح هو ينشد الشعر واقفا نعم مو بس هذا لما نخش بال... لكن يعني حوارة مع مع سيف الدولة لطف من سيف الدولة أنه سمح لي الطاول علي خلي يقول استمع الكلمة بدليل فليعلم الجمع ممن ضم مجلسكم بانني خير من تسعى به قدمه يعني هو يقول من بما فيهم انت تمام بما فيهم انت لكن سيف الدوله رجل العظيم هذا كان يعرف فيوضات الشاعر طفح الكيد الشاعر عندما يستلسف في عواطفه يضيع المفتاح العقلي او الميزان العقلي في الموضوع فانا نرجع القول انا ضد المدح وانا مره اتصور بحواراتي وياك خارج الاستوديو قلت لك يا دكتور مجيد انه الشاعر العربي قديم قديمه وجديده معاصره وقع في خطأين واعتبره اخطاء هو لم يقع فيها شاعر في الكره الارضيه من شعوب اخرى وثقافات اخرى وهي البكاء على الطلل والمدح جيب لي شاعر امريكي مثلا او انجليزي يتغنى بالملكه او بالرئيس الامريكي جيب لي اسبانيا ما هذا انت اجبت عليه في كتابك علم نفس العرب نعم نعم موجودة حقيقة تذكر في أي كتاب مو مشكلة تعاد مو مشكلة بس هي حقيقة أنا الآن الإحصاء اللي عندي إحصاء كبير لا توجد هاتان الظاهرات رسول حمزة توف مثال تقرأ داخل بلدي داغستان بلدي وغير نعم. بلدي نعم هاي روايه طيب لماذا في في مبنى الكونغرس الامريكي هناك كثير من التماثيل للعظماء هذا تقليد هذا ليس مدح انا بالنسبه لي لا اسمي الرثاء مدح غزل بالميت واشاده نعم. بالميت لا يرتجى منه شيء هو المدح ليش؟ مكروه في عرفي الخاص لا توجد براءه لا توجد براءه هناك انتفاع إما أن يعلو بأن يعني يكون مناظر للممدوح الشاعر أو يكون مستفيد هذه واجبات المدح طيب لماذا وضعوا صورة جورج واشنطن على الدولار الأمريكي؟ موضوع آخر هذا أتكلم عن الشعر أنا أتكلم عن الشعر هذا مو إجراء شعر مو إجراء تبجح مش ف... الشعر ديوان العرب هذا ما له علاقة بنتكلم عن الشاعر المداح لا هذه إجراءات رسمية عرف دولي انه قد توضع رئيس دوله المؤسس كبير كذا على العمله واحدة من الواجهات هذا موضوع اخر اما يعني لماذا يسالون هم لكن نتكلم عن الشاعر جيب لي انت او تستعين بمن حر وفي لقاء اخر ومفتوحه جيب لي شاعر واحد غير عربي مدح المسؤول عنه حتى في الأندلس عهد الازدهار والرفعة الشعرية كان هناك مداحين هذه جبلة أو جين وأنت أعرف مني جبلة. جبلة نعم جبلة نعم والله شوف الإنسان صنيع معطيين الإنسان كل إنسان في سلوكه وفي فكره صنيع معطيين معطى التوريث ومعطى الاكتساب ولا يمكن الفصل أنت صنيع من؟ اثنين الإنسان أن أنا وأنت والآخرين ألم تمتدح أحدا على الإطلاق؟ أمتدح؟ أه؟ من قال؟ مدحته، مدحته أكبر واحد كان مؤثر جدا فيا ودائما مؤثر وإن شاء الله أموت وأنا متأثر فيه، الله تعالى ألا يكفي؟ ثم الثانيا القرآن الله ليس فردا وليس إنسانا بغض النظر عن التصنيف أنا إذا عن قوة اسمها الله، القوة الكبرى العليا كأن لك ليس لك أسوة حسنة لماذا؟ هكذا تبدو لا موجودين مداحين, مداحين بس انا ما اسمح لنفسي مثل ما فعل فلان وفلان مو غير الاعداد الاسماء انما الظاهره أه لا اجيز لنفسي ان امدح بشر وامدح الله باستثناء البشر الانبياء لا منزهين عن هذا هذا القرار لان النبي لا يخاطب بعظمته محمد انا بالنسبه لي صلى الله عليه وسلم اعتبره the biggest and the most important psychologist all over the world الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينظر اليه بس انسان عظيم وهو عظيم تقصد محمد تحديدا محمد مثال انا المسيح سيد المسيح كل كرامات الانبياء لكن النبي لا يدرس كنبي كمصلح اجتماعي بقدرات ارضيه له طاقة فوقية يعني الإسلام جاء بالكتاب بالقرآن واكتسب الثبات هذا دعم بها من الله معونة دعم بها الرسول لكن الرسول عدا من معجزة القرآن سلوكه تصرفه سماحته الطلقة أكبر مبدأ في التاريخ على يديه نفسيا دكتور ريكان جبران خليل جبران لماذا وضع كتاب النبي هو جبران وإلي أبو ماضي وإلى حد كبير إلى حد كبير ميخائيل نعيمة لولا عظماء عالميين وليسوا عربا الع... عظماء لأنهم مهجريون لا مو الجغرافية التاريخ الولادي الفكري الاتجاه يعني عرب عالميون وليسوا عالمين عرب بثوا العالمية في الموضوع فجبران كتب النبي وترجم عندك المعلومة إلى 24 لغة عالمية وأعيد حوالي 30 مرة طبعاته الكتاب ما تعطي هوية صار عالمي لأنه يتكلم عن النبي مو باللغة السماوية فقط اللغة الإصلاحية قدر القوى الأرضية المودعه في شخصيه النبي. لذلك شوفوا الامريكي يتغزل فيه، يختاروا المانشيتات وشعارات على كل المؤسسات الدراسيه، في الجامعات، اصبح عالم. ومهما كان هو طبعا يحمل الجانب المعنوي الروحي في النص ويحمل الجانب اللفظي الاخر. ففعلا كان كتاب عتيد. وبكل لا يزال. طيب دكتور خليني ارجع ما دام جبنا على سيره جبران مي زياده جبران العقاد لا. ما هي الدوافع التي جعلت هذه المراه تحب من اثنين وهي وهي تبادلهم الجفاء والله انا راح اجاوب بصير قد تختلف معك يعني بالسؤال اصلا هو من قال انه هي تحب جبران او تحب العقاد ما زيادة أديبة أنا ترى ما معجب بعطائها معجب بسيرتها يعني مرأة ناضجة تقيم صالون أدبي وفي مصر مصر العتيدة مصر الأديبة أصلا شعب مصر شعب أديب يعني يعني منتج منتج أدبي في هذاك المجتمع وذاك تلك الظروف تحدت ما مات تفصح به المرأة المثقفة المنتجة المبدعة يفهم غالبا خطأ عند الآخرين والخطأ ليس فيها في المرأة خطأ في المحرومين جنسيا والمرحلين والمتصحرين عاطفيا في هذه الحالة أنا لا هي ليست في موضع دفاع جبران ليس متسحرا بالعكس أصلا هي هو, هو جبران لم يقل أحببتها ولم تقل رسول والعقاد ولا كذلك العقاد ما قالوا بس احنا العقاد يحمل نفسه فضيحة إذا كانت هي فضيحة أو تحسب عليه لماذا؟ يعني بس بين زيادة كمرأة مو كعطاء كمرأة هل هي فقط موجودة؟ صار الآن في عالمنا المعاصر الحالي ما عندنا مي زيادة؟ ما عندنا أحلام مستغانمي؟ ما عندنا اسماء طوبي ما عندنا غاد السمان عشرات انت عشرات. تقول انك تكره المراه في احد دواوينك انا اكره المراه تحريضيا انا حررتها وصارت ضجه والحمد لله مستمره الضجه وانا انا حررت. انا كنت أكره لماذا اكره المتنبي قبل قبل المراه انت تقول لو يعني انا لا لا اثق بشرف جدتي لان المغول مروا من هنا والله شوف انت ترى حقيقه نابشني نابش نابش <applause> يعني انت عندك اطلاع على رأيك كان اكثر من كان واشكرك على هذا هذا موضوع اخر المغول مروا من هنا اي اي الموضوع اخر هذا اتصور مقدمه قصيده سميتها القصيده الامميه انا ضد العراق ضد العراق اي طبعا لا توجد عراق يوجد ما ما سمي بالعرق فيقول نقاء العرق شيء مستحيل وامر ظل ينقصه الدليل هذا مؤلف علم نفس العرب يقول طبعاً. هذا طبعا انا اذا كتبت عرب ليش هو انا ضد التسميات وضد الواقع الصحيح والفت عن الكرد ايضا الكرد نعم ليش انا مو ضد الفكره انه اكو عرب نعم اكو عرب تتكلم عربي تحس عربيا انت عندك المنحة اللي ترحل عواطفك فيها الى القبيله والعشيره والتاريخ هذا لا يعني شيء هذا صحيح بس احنا من التخندق نحن منسوبون لا محسوبون هذا هو الصحيح نسبك موجود انا ابن ابراهيم ابراهيم بن خلف خلف بن سالم هذا صحيح حسب ما سجل علي لكن ما ليس لانني سجل عليك لانك غير مختار غير مختار طبعا انت تقول ان ابي اختار لي طريقه لم اختاره انا ايه نعم انا مختار مو لانه ما عندي راي نهائيا كثير بدلنا اسمائنا وغيروا الاسماء، خليك اخدمك شويه موضوع اخر. المحاربه هي المحسوبيه ان لان فلان ينتسب اليك يجب ان يحسب عليك، هذا غلط، هذا مكروه. نرجع على القصيده فقد مرت على الدنيا حروب، ليش احنا قلنا نقاء العرق؟ وانت ظلمتني بالتهمه. نقاء العرق شيء مستحيل، تمام؟ فما ادينا جاي اقول لك نعم هو هذا <applause> فمي راح يتكلم وياك نعم. فقد مرت على الدنيا حروب بها اختلط المقاتل والقتيل أظن ان جدات لامي شريفات وقد مر المغول فعلا أي هذا ليست التهمه بالله انه يجب بس ما استطيع ادافع انا اذا انت لا تثبت علي وانا لا استطيع الدفاع بس اقول لك شيء حضرتك لانك متخصص بعلم النفس شوف شوبنهاور كان يكره المراه نعم برنارد شو لم يكن يحب المرأة شوبنهاور هو اسمه فيلسوف التشاؤم نعم هو ليش بس المرأة ما يحبها وصل حطي... سموه حطية الألمان حطيئة. فرويد ألم يكن حطيئة؟ شو شو فرويد هل كان يحب المرأة؟ يحب يموت على المرأة ويموت منها أيضا منها لأنه في قضية عائلية إحنا ما ننبش تاريخها بس تعلق بأمه وأبوه يعني اما هو هو حتى عندك طبيه بهالمجال بتدري انا ان ابنته هو خلف سته انا, أنا. هي. هي كانت من اشهر الوارثات لمدرستي في التحليل النفسي اي طبعا بنت من قال لا هو هو لما لما هو ما يحب المراه موضوع اخر لا من المراه المراه تحب فرويد تحليل ولعلمك انه فرويد لا يحب عند المراه بشكل مطلق وضاح لانه فضائح هو هو رائد مدرسه الفضائح النفسيه فضائح وانت ايضا رائد الفضائح الحمد لله الحمد لله طيب هو على بيور العرقي هو لم يكن نمساويا صافيا لا هو نمساويا يهوديا صافيا لكنه كان من اصول تشيكيه لا هو يهودي يهودي نعم كان ملحد هو طبعا انت تنتمي الى مدرسته ام ادلر انا انتمي الى العلم بالمناسبه حضرتك خريج فيينا فيينا نعم نعم وهو كان يعني له متحف في فيينا او في لندن في او عنده متحف زرته انا المتحف نعم ونمنا في فراشي حلو على النوم اتحدث انا, اي اي. أنا اتحدث عن الاحلام ايه هو فلسفه فرويد تقوم على الاحلام لا 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 هو عنده شرح يشرح به الاحلام يعني مو تقوم على الاحلام بس ظاهره الاحلام من الموضوعات المهمة اللي تناولها هو عنده ثلاث أشياء رئيسية ما نسميه التنغ سليب والنايت ووكنج والدريمز يعني الأحلام التجوال الليلي وذلات اللسان هاي تقوم عليها الفكرة الباطنية يعني اللا الانكونشس غير الشعوري غير المفضوح غير المعلن تقوم على ذني فلذلك الطبيب النفساني التحليلي تحديدا لا يت... لا يت... لا ينسى اصلا ان يسال مريضه ما هي احلامك؟ متى تنام؟ كيف تنام؟ متى تستيقظ؟ وماذا تحلم؟ طيب انت لما نمت في سريره هاي تمثيليه ولا كنت ناوي تنام يعني؟ لا انا اتشرف بي اها ايه يا شرف اذا انت منتسب الي ليش تسمي منتسب؟ ولا ليش لمت في سريره؟ لا 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 يخزيني انا انتسب لكن السؤال اسمح لي شوي اصادر عليك على المطلوب انا شاعر وصديق اللغه لماذا يحسب فلان على فلان؟ لا نظريه تبجل وتعد وانا مرشح في اي لحظه الله يسهل امري قد اكتشف نظريه انا ما ادري فيها بافلوف مثال نعم بافلوف فيزيولوجيست عالم فسلجة الاعضاء الجسميه التنفس العضلي الدماغ الجهاز البولي الجهاز التناسلي هذه فسلجة هو بافلوف كان هكذا لكن لما سوى التجارب على اساس فسلجي نسى الموضوع فشافوا الباحثين النفسيين ان بافلوف اكتشف حقيقه علميه فهذا بافلوف كان محط اعتبار واحترام. فاذا احنا من لما ننظر لفلان ما ننظر أتباعه لكن نؤيده. نوافق على رايه. نحييه. حين تكلم الصمت. ذلك ديوانه الشعري الذي اصدره مقاتلا لداء امهله كثيرا. فظل يتامل متفحصا ما انتجه من قبل دفعه واحده علم نفس العرب ثم بعد حين من الدهر علم نفس الانسان الكردي اعقبه بسنوات مثمره نظريه البطل وظاهره الراي العام رغم كل ما انجز سوف يجمل سيره عمره في كتاب ان لم يجد ما يثنيه عن عنوانه الموسوم يوميات رجل لا اهميه له هو الان يعرب عن نفسه مدونا تاره صامتا تاره اخرى ومتاملا بيتا شطره نصفين فخرج الى العلن كن كبيرا يرى الحياه كبيره لا صغيرا يرى الحياه كبيره خلينا نتحدث في الاحلام لو ان الان اثنين بافلوف امامك وفرويد هل يمكن ان يجري بينكما حوار من هو الفرق انه انت انطيت صلاحيه الموافقه وعدم الموافقه على واحد منهم انا من حتى اصادر هذا هذا المطلب الكبير ما تصادر على طول الخط ما يخل بس يقول يا غريب كن اديب يعني كنت في فيينا؟ لا مم. انا يا غريب مم. امامهم هذول العظماء مم. أنا حتى التلميذ ما أصلح. أنا أنا بقناعتي ما لم تكتشف نظرية فأنت لست عالما. ذلك الفتى الذي كان جبل. والآن؟ آه. الآن الآن مو دارسي حالي حتى نصح القول بس عموما أنا أطمح أن أكون صاحب نظرية. رجل لا أهمية له. أي أنت. أنت سارق كل جهودي وساقعد ويا محترمني <applause> في يومياتك. أنت أنا منتهك أصلا. <applause> في يوميتك تقول انك رجل لا اهميه لك. والله دكتور ولا يهون الجماعه المشاهدين. الحقيقه هذا موضوع وحقيقه انا افكر به فكرت به بس بالحاح من اصدقائي والناس طيبين شرواكم. قال الحوا عني يطع كتاب هو كتابه مذكراتي. يعني انا عندي الان المعلن امام الناس اصدقائي يعرفوني شاعر وطبيب نفس لكن ما يعرفون شغله انه انا مراقب سياسه ومراقب اجتماع رائع جدا انا راضى عن نفسي اكثر من الشعر واكثر من علم النفس ففكرت فعلا ايدي الجماعه فيما ذهبوا اليه انه اصدر كتاب او اكتب كتاب او اكمل كتاب الى الله مدني عمر بعنوان مذكرات اللي هي التسميه غلط طبعا لا مذكرات ولا مذكرات هي يوميات هي مكونات هي دوال ممكن لكن خلينا بالخطا الشائع مذكرات ناوي اكتب هذا الموضوع هل تكتب يوما بيوم ام تستذكر؟ استذكر هي مذكرات مم. يوما بيوم الكتابه لكن انا اعتقد هذا الكتاب اذا سهل الى امره يعني بالصحة إن شاء الله إن شاء الله إذا سهل أمره راح نحصل على شيء مهم وهو أنني لن أسرد سردا تاريخيا ما حصل أسرد وأحلل لم أحلل ذاك الوقت لأنني لم أكن طبيبا بعد أن أصبحت طبيب وعندي الخبرة أحلل أخطائي وأحلل أخطاء الآخرين وارسلها منهجية ليش فلان صرف كذا ليش رئيس كذا وحتى الصبح في كتابي اللي قلت لك عنه ان شاء الله ناوي يكمل علم النفس السياسي اللي هذا المجال المظلوم العلاقه المظلومه بين ال... علم النفس كثقافه عند السياسي وكسياسه عند علم النفس بس هم انتم علماء النفس يعني عندكم علم زلات اللسان قائم على احنا رجال النفس رجال علم النفس وفي نساء لا 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 مو هذا قصدي حتى المراه رجل حتى رجل؟ رجل بالتعبير مم. التعبير اللي انا مم. يعني انا قلت لك احنا رجال علم النفس علماء النفس فرويد بافلوف آه فريد ادلر كوستاف يونغ علماء احنا طلاب احنا يا دوب يطلع رجال يخلينا آه نكون مؤدبي لازم يعني امام الحقيقه الكبرى يعني مع عدم آه توجيه هاني للذات لا لا بس جلد الذات والجلد مو يا انا جلد حساب طيب اقول شيء انا شعرت في هذا ديوانك الاخير انك تكتب هذا الديوان وانت منهزم امام شيء قاهر وهو ربما المرض او كانك تدعو ان ان مغيبك قد دنا مثلا في هذا الاحساس هذا والله انا هو طبعا الكتاب انا احب هذا احب بتحولات فنيه اول مره تحب شيء هذه التحولات الفنيه خلتني أحبها اكثر هو الذي لا يشعر بالهزيمه مو مو يمارس الهزيمه الذي لا يشعر بها ليس ذكيا هل تشعر بالهزيمه؟ طبعا حتى شلون قاتل اجي اتعدى عليك وانت ما هزمني انت بس أنا باك 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 لو قلت لك مثلا انه تقول لي مثلا متى تستضيفي في البرنامج اقول لك انت بعظمه لسانك كتبت أن لا اهميه لي رجل لا اهميه له تقبل؟ طبعا انا انا اخترت العنوان اختاريته اختاريته للمذكرات مذكرات رجل لا اهميه له لاستدراج الشفقه طبعا لا ابدا للتحدي تحدي من؟ اتحدى الجمهور كله بس انت تشعر انك مهزوم لا, أ... لا. ما قلت مهزوم قلت لا اهميه له عندكم شوفوا هذا اللي ما عندكم إلا اهميه شوفوا شو راح يسوي اقرا <applause> طيب شوف مثلا قالوا الان قالوا وانت عراقي ان الشعب العراقي من اكثر الشعوب تعاسه في العالم وفق مقاييس انا ولا ما شفت هو يقال مثلا واحدة من الاسئله هل ضحكت من اعماق قلبك قبل يومين؟ إيه؟ انت مثلا اذا هي بالعداد الزمني لا والله صار اسبوع ما ضحك ما تعني شيء ليش ما ضحكت؟ ما ضحكت المضحك المبكي لا ما لا اضحك لي ولا أبكاني يعني عندما يكفيني اللي عندي اتعامل معاه بحياديه والضحك هذا القهقهة تعرف الفرق بين الفرح والفرحان قهقهه مثل القلب لغه, لغة. أه. الفرح والفرحان القران شو يقول القران العظيم ان الله لا يحب الفرحين فرحين مو الفرحانين مم. الفرح هو الفكه الساذج التافه الذي يضحك الصغيره والكبيره هذا الله لا يحبه الفرحان هو الذي لا يفرح إلا لحقيقة صادقة فنحن فرحانون عندما نفرح لكن لسنا فرحين تافهين لأن الله لا يحبنا لماذا تشعر الآن بأربع أبيات من شعرك والله آه أنا ما فكرت بالموضوع وما عندي شواهد آه لكن أنا استعين بغيري استعين بغيري اللي شاعر ما بدي اقول اسمه يعني ليش ما تقول اسمه؟ ما اقول اسمه حفاظا عليه، اشياء اخرى. يقول له وطنيتي تملي علي. وطنيتي اللي احنا قوميون، ماركسيون، يساريون، وجوديون، مسلمون، مؤمنون، بس ما يوم قال وطني. اخر بالذيل اخر ذيل القافله نحط اقدس مبدا اللي هي الوطنيه. فيقول هذا الشاعر وطنيتي تملي علي. فيستجيب لها شعوري أفلا يحق إذا فخرت على الفرزدق أو جريري كان يقولان القريض لأجل إرضاء الأمير وأقوله أنا عاصرا قلبي لإرضاء الضمير هذا اللي يفكر اليوم أنا. طيب أريد أريدك تفكر أنت وضميرك سوي لي أنا الديالوج بس مسموع للناس بماذا يفكر ريكان وريكان ريكان الإنسان وريكان الضمير كان الضمير طبعا صعب شرحه لانه في اي لحظه معي هو موجود في اي لحظه وحتى احيانا في احلامي غير حياديه موجود لكن كما يفكرون يفكر الاخرون او بماذا يفكر لا لست مسؤولا عنهم لكن ليش؟ لان انت منحت فرصه الطب والطب النفسي لا يمكن ان تصادر على المطلوب بالمنهج العسكري او اللغه العسكريه استخدم الحيادية وأنه أول لازم يؤذن لك أما أنه أنا أعرض خدماتي في فرح الناس وأسرارهم والتبجح هذا يلام عليه ألام عليه هذا مهين للآخر وإلي فالنيابة عن الآخرين أو عن الآخر ما يفضل عندي أنا أكون محايد عندي أفكاري وإن دعيت لا لازم ألبي إذا دعيت أنت لست بين بين أكره الوسطية جدا تكره الوسطية وسطية جداً. حقيقة نعم ولك شروط في العودة مكتوبة في قصيدة أي نعم عودة للعراق نعم نعم أنا عفت العراق كئيب حزين لكن غير غير مقسم لا عاطفيا ولا عقليا ولا عرقا ولا طائفية دينية فالآن قلت انا ما ارجع الا على عراقي الاول اعد علي عراقي كيف ما كان مو مثل ما كان ما يدبر كيف ما كان اعد لي انا صلح ففي هاي الحاله أه لما اضع شروط اضع شروط انه العوده فيقول والا كذا ما ذكر البيت الاخير خاتمه صديقي وابن عمي المثقف قلت لك عليه قال اذا ابقى يمك الى هاي شروطك لا تجي ترى ما زاد حنون في الاسلام منسيين احنا هذا صحيح طيب دكتور يسمون الشعور الهومسك اللي هو تفسيره بالدقه الهومسك الهومسك داء دا البيت داء البيت هي حنين يعني نعم طيب من هو المريض الذي لا يشعر بغربه ام الذي يشعر بالغربه هذا سؤالك طبعا بير عميق يعني حقيقه اشكرك عليه بس لازم اكون اجاوبك بالاختصار المفيد لان يعني طويل الموضوع هو موضوع يربط بين علم النفس والانثروبولوجي السلاليات نعم هناك عندنا مصطلح مصطلحين واحد اسمه التثاقف والأستيميليشن التشابه المطلق المطلق تشابه مطلق وتثاقف يعني يروح شخص عربي بغدادي عراقي مثلا يروح الى امريكا يروح الى واشنطن امامه شغلتين اما ان يسوي قطع تاريخي لكل ما كل تراثه ويتاقلم جديد من الكاوبوي من اللبسه الاخرى من الاكلات الاخرى من الكحول غير الكحول يغير كل شيء في هاي الحاله انا يسموني السيميليشن تشابهت تساميت في التشابه جدا اصبحت امريكي لا يفرق بين انا عراقي او امريكي هناك تفسير اخر للسلوك هو المصطلح التثاقف شفتهم انهم ناس ما يدخلون شؤون الاخرين حلوه لكن يموت اخر قدامهم ما حد يمد ايده العون اليه او ميت في شقته او بيته جيرانه ما يدري به هذا هم اذا ثقفنا بها هذا خسه وعار وان كان مجتمع غربي اعتبره جريمه انسانيه فهنا اللي يفضل انه يكون بين بين انا قلت لي بين بين انا اميل للاكلتشريشن اخذ اخذ الاشياء الجيده في فيينا هل فعلت هذا؟ بجداره بجداره مع انا رحت انا اسد القروي وبغداد مو مو مدينه كبيره مدينة قريه كبيره بالنسبه لي وعندي طباعي وعاداتي لما رحت هناك آه لقيت صفات حلوه عندهم بعض الشيء حلوه صفاتي. طيب دكتور الوقت انتهى آه المخرج الشير حيدر الانصاري يشير الى نهايه الوقت نعم قل لي عباره مفيده اختصر الدهره في لحظه ماذا تقول في ختام هذا الحوار احسن عباره هي غياب اي عباره مخصصه عندي الان لشيء ما راح اقول اي شيء كل الحكمه حكمه كل التعليم تعليم في التاثير السلبي او الايجابي حسب اثره في المجتمع هاي القول يقال قطعت جهيزه قول كل خطيب ايه طبعا ان شاء الله <applause> وشكرا لك دكتور ريكان الشاعر المستشار النفسي شكرا لك على هذا الحديث الذي اراه جميلا ماذا الله حقيقه انا لا فضل لي كمثار الفضل المثير وانت مثير شكرا لك ارجو ايضا ان يكون الحديث مثيرا صفحه طيبه معي ومعكم هذا حيدر الانصاري يحييكم وكادر التصوير أيضًا عمر وزيد ودائما هم لابد ان نذكرهما كانوا وكانوا معنا على مدى هذا الوقت الطيب دائما نلتقي لنرتقي انتظرونا